السادة الصحفيين والإعلاميين، أهلا وسهلا بيكم في أول مناقشة مائدة مستديرة للإعلاميين هذا العام بعنوان بدء العام الأكاديمي 2020-2021، نموذج دراسي جديد ومبادرات وتحديات. هيكون معنا في المناقشة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة السيد فرانسيس ريتشاردوني، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة. هنتعرف من خلال اللقاء على خطط ومبادرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام وأسلوب التعليم في فصل الخريف الدراسي 2020، وكذلك السياسات والإجراءات المتبعة في ظل فيروس الكورونا. المناقشة هتتناول برضو المنح الدراسية العديدة اللي بتقدمها الجامعة للمتفوقين، وكذلك التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية. أحب ألفت انتباهكم أن المناقشة هتكون باللغة العربية، وأن في ترجمة فورية من اللغة العربية للإنجليزية ومن الإنجليزية للعربية. هنبدأ المناقشة بكلمات من المتحدثين، رئيس الجامعة ثم مستشار الجامعة ثم الرئيس الأكاديمي، وبعدين هنفتح النقاش مع السادة الصحفيين والإعلاميين. هنستقبل الأسئلة بتاعتهم وهنجاوب عليها. هنبدأ برئيس الجامعة السيد فرانسيس ريتشاردوني. تفضل حضرتك. شكرا يا رحب، ورحب بكل السادة الضيوف الصحفيين والإعلاميين هنا في الجامعة الأمريكية بحضوركم النهارده معنا. يسعدني جدا جدا اننا نستمر الحوار اللي ابتديناها منذ 4 سنين، يعني دي المره الخامسه اننا نبتدي مع بعض السنه الاكاديميه الجديده هنا في الجامعه. فكما حضراتكم كلكم عارفين، لغايه شهر فبراير السنة اللي فاتت كنا بنحتفل السنة المنوية لخدمة الجامعة الأمريكية لمصر كلنا مع بعض، ومنذ الاحتفال ده الدنيا اتغيرت كتير. فالإنجاز الرئيسي أعتقد منذ شهر مارس هو التواجه الناجح للكورونا فيروس، والزميل دكتور أشرف حاتم واحد من كبير الخبراء في الموضوع ده في مصر وفي البلد وفي العالم، وهو ممكن يتكلم عن التفاصيل. وبالنسبة للخطوات الأكاديمية التعليمية، الزميل الرئيس الأكاديمي إيهاب دكتور إيهاب عبد الرحمن ممكن يتكلم عن التفاصيل. إنما أنا ممكن أقول إن التواجه ده، الخطوات الجديدة كانت ناجحة للغاية، سواء في السبرينج ترم أو في الصيف. ابتدينا السنة دي بوجود نسبي من الطلاب معنا، تكرر يعني الرئيس الأكاديمي ممكن يتكلم عن التفاصيل، إنما لغاية الآن الابتداء ناجح، وعندنا نظام كويس بنستعمل البيست براكتسز من كل الجامعات في العالم وفي الولايات المتحدة بالنسبة للتراكينج اند تريسينج اند تيستينج. أعتقد الدكتور أشرف حاتم ممكن يتكلم عن الموضوع ده. غير ذلك، في ظرف الصيف كان في اهتمام كبير في مشكلة في كل التعليم العالي في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة وحتى هنا في مصر كمان، وهي الـ sexual harassment، التحرش. في ظرف الصيف اللي فات هي زيادة الوعي بقضية التحرش، زيادة الوعي ده الهدف. والجامعة الأمريكية كعضو فعال في المجتمع أطلقت حملة AUC Speak Up، وممكن نتكلم عن الحملة دي، وهي مبادرة تعزيز مبادئ الجامعة في
عدم التسامح اطلاقا مع التحرش هنا في الجامعة الأمريكية مش ممكن يعني، وتوفير بيئة التعليم وعمل الآمني هنا في الجامعة، وغير أي شكل من الأشكال التحرش والتمييز مش مسموح هنا في الجامعة. الحملة دي بتشجع أي حد أي شخص تعرض للتحرش لإبلاغ الفوري عبر الإنترنت أو المكتب المختص اللي بيرفع تقاريره للمكتب رئيس الجامعة مباشرة. ففي emphasis كبير، ضغط كبير في الموضوع ده. فممكن نتكلم عن AU Speak Up بعدين تاني عن طريق الأسئلة والردود. وفي نفس الوقت إنشأنا التريننج تدريب لكل الطلاب، كل الموظفين، كل الأساتذة بالنسبة للموضوع ده. فبرضو بهدف الوعي بالنسبة للموضوع ده. ففي كثير من الفرص قدامنا السنة دي، أنا متفائل جدا، أنا واثق كل الثقة بمصر وبالجامعة الأمريكية بالنسبة لتواجه الكورونا فيروس ولانتحاز الفرص اللي قدامنا السنة دي. فتكرر ألف أهلا وسهلا للجامعة، وعايزين نشوفكم معنا، وجودكم يعني معنا في الجامعة. شكرا على الحضور. شكرا رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني. ودلوقتي نستمع لكلمة الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تفضل دكتور أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا برحب بحضراتكم جميعا. طبعا السنة دي سنة يعني مختلفة، وإحنا بنتقابل على الزوم أو على هي فيرتشوال زي ما بيقولوا، متقابلين افتراضي، لكن إن شاء الله قريب جدا نتقابل فيس تو فيس ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. يمكن السنة دي كان سنة برضو للعالم كله، كانت سنة صعبة، وكانت برضو للجامعات في العالم كله وفي مصر بالذات كانت برضو سنة صعبة. احنا من مارس لحد دلوقتي طبعا من الحاجات الكويسة جدا ان الجامعة الامريكية كانت من اوائل الجامعات في مصر اللي هي خطت خطوة ان هي تعمل التعليم من بعد والتعليم اللي هو الديستنت ليرنينج، ومن يعني من اول ما كان فيه خطورة للكورونا. والحمد لله ده بقى هيكلم عليه الدكتور إيهاب ازاي احنا كمان طورنا في العملية الأكاديمية من السنة اللي فاتت للسنة دي، وازاي التعليم الهجين اللي احنا ابتديناه السنة دي هيشتغل ازاي. لكن الحاجة الكويسة جدا ان احنا رغم كده المبادرات بتاعتنا والشغل بتاعنا مع الحكومة المصرية ومع الجامعات الحكومية المصرية كملنا فيها خلال فترة العام الماضي كله. يمكن النهاردة الصبح كان مع وزير التعليم العالي وعشر رؤساء جامعات حكومية كان في ملتقى التوظيف الافتراضي برضو لليو سي سي دي اللي هو مراكز التوظيف والمهني اللي موجودة في 10 جامعات 15 مركز، وفي 4000 مشارك في هذا الملتقى. ابتدى الصبح وموجود النهاردة لحد الساعة 6 بعد الظهر، ودي كانت حاجة كويسة جدا. احنا فتحنا لحد دلوقتي 15 مركز للتوظيف والتعليم المهني في 10 جامعات، هيكملوا ل 15 جامعة ان شاء الله خلال السنة الجاية، وهيكملوا بعد كده برضو مقدمين ان احنا الجامعة الامريكية مع الـ AID انها تمول بقية الجامعات الحكومية المصرية، وده بالتنسيق مع الحكومة طبعا المصرية. الحاجة التانية المهمة جدا، الجامعة الامريكية برضو تحت اشراف وزارة التعليم العالي
مع جامعة اسكندرية عملت المركز اللي هو Center of Excellence، مركز تميز في المياه، وده من ضمن الحاجات اللي احنا لسه انه مش فيه بس جامعة اسكندرية، فيه 5 جامعات اخرى. احنا برضو خلال الفترة اللي فاتت دي عملنا تحالف استراتيجي مع جامعة عين شمس، وبنشتغل مع جامعة عين شمس في كافة المجالات مع دكتور محمود المتيني. الحاجة الكويسة برضو اللي احنا كملنا فيها بس لسه محتاجين ان احنا هنزق فيها اكتر، اللي هو التحالف البحثي مع الثلاث جامعات بحثية اللي هي جامعة زويل وجامعة النيل وجامعة المصرية اليابانية اللي هو بنسميه كيوري، اللي هو التحالف تحالف للأبحاث. وده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي قريب هيتعمل زي مؤتمر ويتنشر الأبحاث اللي مشتركة بين الأربع جامعات، سواء الجامعة الأمريكية والثلاث جامعات الأخرى. بالنسبة للكورونا، من ضمن الحاجات الكويسة جدا ان احنا الإدارة الطبية في الجامعة مع شركات التأمين الطبي، مع الإدارة اللي على الأرض، إدارة الموارد البشرية والفاسيليتيز اللي هي الإدارة الإدارية، الشؤون الإدارية في الجامعة، عملت شغل كتير جدا في الفترة اللي فاتت. احنا خلال من مارس لحد دلوقتي كان في حوالي 148 حالة كان تم علاجهم في المستشفيات، واغلبهم الحمد لله اتعالجوا وشافوا. في الفترة بقى في 15 يوم اللي فاتوا اللي هم ساعة ما الجامعة فتحت لحد دلوقتي، من اول سبتمبر لحد النهاردة، احنا في زي ما كنت شرحت قبل كده في النظام بشك ثم بقى ثم بشخص ثم كمان برصد الحالات والكونتاكتس اللي هم المخالطين. بالنظام ده ان اي حد جاي الجامعة الصبح بيسأل نفسه 6 اسئلة المشهورة اللي انا دلوقتي كلنا عارفينهم، اللي هم بتوع الانف، هل في رشحة، هل في حرارة، هل في تعب في الزور، هل في كحة، هل في نهجان، هل في اسهال. والاسئلة دي لو كان واحدة منهم ايجابية احنا بقى لان ده بيتعمل على يا اما على التليفون يا اما على الكمبيوتر، اول ما بيطلع ده بيطلع له زي يا اما وجه اخضر يعني يقدر يروح الجامعة، يا اما وجه احمر، ووجه احمر ده معناها ان انت خليك في بيتك. وخلال نص ساعة بتكون الادارة الطبية الكلينيك العيادة دكتور متخصص بيكلمه في التليفون يسأله. خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول في عندنا حوالي يعني عدد كبير من الناس، بس في منهم كتير كانوا يعني كان داس على الزرار غلط أو كانت حاجات بسيطة جدا اللي عنده. في حوالي برضو حوالي 48 واحد أو 50 واحد كانوا هم دول اللي الإدارة بعد كده طلبت منهم إنهم يعملوا أبحاث أخرى ويتشاف هل دول كورونا ولا مش كورونا، واغلبهم كان حاجات بسيطه جدا. حتى اللي كان عندهم كورونا كانت كورونا بسيطه وتعالجوا في البيت، ما حدش فيهم محتاج يروح المستشفى. ده خلال الاسبوعين اللي فاتوا. الحاجه الكويسه بقى الجديده كمان اللي اتعملت في الجامعه هي ترصد المخالطين، وترصد المخالطين ده عن طريق الواي فاي، عن طريق الواي فاي اللي موجود. الجامعه كلها متغطيه بواي فاي، فلو شخص طلع ان هو ايجابي للكورونا الاداره الطبيه الدكتور بيدوس على زرار يعمل حاجه اسمها alert، يعني كانه بيدوس على زر احمر كده. الزر الاحمر ده بيعمل alarm، يعني بيشوف مين خالط هذا الشخص خلال ال 48 ساعه اكتر من 15 دقيقه، وده بيروح رايح له رساله على طول لهذا الشخص بيقول له حضرتك خلط شخص ما بيقولوش اسمه ولا بتاع خلال 48 ساعة اللي فاتوا مصاب، ثبت انه مصاب بالكورونا، وفي هذه الحالة بيدخل على طول بيدخل على طول يقدر ياخد ياخد البريكوشنز اللازم. تمام. فدي من ضمن الحاجات الجديدة اللي هي موجودة أصلا في أوروبا وفي أمريكا، وبتستخدم فيها الواي فاي، والترصد للحالات المشتبهة أو الحالات اللي بتكون جات قريبة من حالة فيها كورونا. ما اعتقدش ان في يعني انا برضو هقف هنا هوت عشان ندي فرصة للأسئلة والأجوبة بعد كده ان شاء الله.
شكرا للدكتور أشرف حاتم، ونستمع إلى الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة. تفضل حضرتك. مساء الخير عليكم جميعا، ألف شكر يا رحاب على الانترودكشن، وأنا برحب بكم جميعا في اللقاء السنوي بتاعنا مع السادة الإعلاميين والصحفيين، وبرحب بكم، كنت أتمنى أن أقول برحب بكم في رحاب الجامعة الأمريكية، بس إن شاء الله السنة الجاية نقولها برحب بكم في رحاب الجامعة الأمريكية. السنة دي حقيقي سنة زي ما دكتور أشرف قال، وزي ما سعادة السفير فرانسيس راتشاردوني رئيس الجامعة قال، سنة غير عادية بالنسبة لنا. احنا ابتديناها السنه اللي فاتت من شهر مارس السنه اللي فاتت، السنه الاكاديميه اللي فاتت، بان هي ابتدينا ان احنا نتحرك ان احنا نبقى التدريس عبر الانترنت او التدريس بقى الكتروني، ما هوش موجود في القاعات المحاضرات بتاعتنا. وانا حقيقي سعيد ان احنا كنا مستعدين للتحول دوت، لان قبل ما كورونا تيجي مصر، قبل ما يبقى في كيسز في مصر، احنا ابتدينا ندرب الاساتذه بتوعنا على ازاي يدرسوا عن بعد، بحيث ان احنا كنا متوقعين ان كورونا هتيجي مصر. وعشان كده الشهر الفصل الربيع اللي فات او الفصل الدراسي في الربيع اللي فات كان بيمثل علامة نجاح في تاريخ الجامعة، لان كان التحول من التعليم اللي هو الفيس تو فيس للتعليم عن بعد كان تحول سموث، يعني فيه مفهوش مشاكل كبيرة. وفي الصيف برضو الفصل بتاع الصيف بتاعنا كان التدريس فيه برضو عن بعد، وكان التدريس برضو فيه بيمثل علامة نجاح تانية في تاريخ الجامعة. لما ابتدينا فصل الخريف السنة دي في أول سبتمبر ان احنا بدينا ندرس برضو عن بعد، كان الأساتذة بتوعنا خدوا خبرات كتيرة جدا من التدريس أثناء الفصل الربيع اللي فات وفي الصيف، وبالتالي المشاكل اللي كانت بتجينا من الطلبة علشان نقدر نحلها لهم أقل بكتير جدا من فصل الربيع ومن فصل الصيف. إحنا علشان نقدر كمان نتأكد إن العملية التعليمية بتمشي بالطريقة المرسوم ليها، إحنا بناخد رأي الطلبة كل أسبوعين دلوقتي عن إيه اللي بيحصل في المحاضرات بتاعتهم، وإزاي إحنا نقدر نحسن من العملية التعليمية. وده الفيدباك اللي احنا بناخده من الطلبه ده بنبعته للاساتذه بتوعنا، بحيث ان كل استاذ بيقدر يعرف الفيدباك اللي جاي له من الطلبه بتوعه كل اسبوعين. واحنا كمان على مستوى الاداره بنبص عليه بعنايه عشان لو في مشاكل نقدر نحلها بسهوله. طبعا مع التعليم عن بعد بتظهر بعض المشاكل، زي مثلا الكونكتيفيتي، ان الطلبه ما عندهمش انترنت في البيت، لان زي ما انتم عارفين ان تقريبا 40% او 45% من الطلبة بتوعنا بياخدوا نوع من الدعم المادي من الجامعة عشان يقدروا يلتحقوا بالجامعة الأمريكية. فيهم عدد كبير من الطلبة بتوعنا برضو على منح كاملة من الجامعة أو من داعمين للجامعة عشان يقدروا يتلقوا تعليمهم في الجامعة الأمريكية. بعض من الطلبة ما فيش عنده كمبيوتر في البيت أو لابتوب في البيت، الجامعة قدرت توفر له لابتوب بصفة إن هي كلون يعني. وفي نفس الوقت بعض الطلبة كانش عندهم برضو انترنت في البيت، الجامعة قدرت توفر لهم الـ USB modems عشان يقدر يتلقى التدريس بتاعه عبر الانترنت. كل المشاكل دي احنا بنبص عليها اول باول بحيث نقدر نحلها للطلبة بتوعنا، ونقدر نوفر لهم التعليم بنفس الكفاءة اللي كانوا بياخدوها فيها في قاعات المحاضرات بتاعتنا. السنة الأكاديمية دي الحمد لله ابتدت على الرغم من كوفيد-19، ابتدينا ان احنا السنة دي زي اي سنة نجحنا ان احنا نعين عدد من الأساتذة جديد في الجامعة، حوالي 30 أستاذ جداد جويند الجامعة او يعني جم عندنا في الجامعة السنة دي، 60% منهم من أساتذة انترناشونال، من أجانب من برا مصر، وده حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا، لان قدرنا نجيب في ظل أزمة كورونا قدرنا برضو نركروت أو نجيب أساتذة أجانب. وده دور الجامعة طبعا زي ما انتم عارفين إن احنا بنجيب أساتذة من كل أنحاء العالم علشان نقدر نخلي الطلبة بتوعنا يبقوا متفتحين على العالم ككله، لو هم مش قادرين يسافروا احنا بنجيب لهم العالم لحد مصر. ده بالنسبة للأساتذة الجداد. أنا أحب أتكلم على حتة المنح بالذات دكتور أشرف، أنا برضه هفتحها بس يا دكتور أشرف وخليها بعد كده للأسئلة. إحنا السنة اللي فاتت خدنا
منحة مادية من هيئة المعونة الأمريكية عشان نوفر منح دراسية لطلاب مصريين يدرسوا في الجامعة الأمريكية وفي جامعات أخرى جوه مصر، منهم جامعة زويل على سبيل المثال. إحنا السنة دي ابتدينا نقبل الطلبة على منحة هيئة المعونة الأمريكية دي، وداوت في حد ذاته نجاح، لأن إحنا بنقدر نجيب طلبة متميزين جدا للجامعة الأمريكية. لو هم في ظروف العادية مش هيقدروا يجون الجامعة الأمريكية علشان ما عندهمش الإمكانيات المادية إن هم يجون، وده حقيقي مجهود كبير جدا. أحب أشكر فيه الجامعة وكل عاملين في الجامعة على بقيادة طبعا رئيس الجامعة الأمريكية السيد فرانسيس ريتشاردوني، إن إحنا حريصين إن إحنا نجيب عدد من المنح كبير جدا ونوصل لعدد كبير من الداعمين للجامعة، الداعمين ماديا للجامعة، بحيث إن هم يقدروا يوفروا عدد من المنح الطلبة المتميزين في مصر عشان يدرسوا في الجامعة الأمريكية. أنا برضو يعني هقف هنا وهبقى أسيب الباقي للأسئلة، وأنا على سداد أجاوب الأسئلة بتاعتكم سواء دلوقتي أو بعدين حتى لو الوقت ما كفاش دلوقتي. ألف شكر، ألف شكر ليكم على حسن استماعكم. شكرا دكتور إيهاب عبد الرحمن. إحنا هنفتح باب المناقشة، لو حد جاهز بسؤال يقدم نفسه ويقدم الجريدة اللي بيمثلها، وممكن في الشات ممكن السادة الصحفيين يكتبوا فيه الأسئلة بتاعتهم وإحنا نجاوب عليها علشان الوقت يعني يكفي جميع الأسئلة. فعايز أعرف بس مين اللي هيسأل السؤال، من فضلكم يستخدم خاصية raise hand عشان أقدر أعرف مين اللي طالب سؤال. شيماء اتفضلي. مساء الخير، انا شيماء عدلي، صحفيه في روز اوف يوسف. انا عايزه اسال كذا سؤال. اول حاجه، انا قريت الخطه الاحترازيه بتاعتكم والاجراءات والكشف اللي بيتعمل للطلبه، بس في نقطه عايزه افهمها، هل في تامين شامل للطلبه؟ يعني هل الطالب لو تم اكتشافه ان هو مصاب بكورونا هل بيتم علاجه على نفقه الجامعه، ولا بيتم اكتشافه بعد كده هم يعني الطالب يسير بقى خطواته الشخصيه؟ تاني سؤال عايز أسأله، لسه حتى الآن مصاريف الجامعة الأمريكية هي الأعلى في مصر رغم فروع الأجنبية والجامعات الأهلية وكل ده، لسه في لغط حوالين المصروفات، وإنه هو بيقال بقى 400,000 لا 500,000 لا مش عارفة إيه. فعايز أعرف المتوسط بتاع المصروفات، طبعا أنا عارفة إنه هو بيختلف من شخص لشخص وحسب البرنامج وعدد الساعات المعتمدة، لكن عايزين نعرف المتوسط. وعايزة برضو أعرف عدد الطلبة من أول ثانوية عامة اللي حصلوا على منح، لان احنا جات لنا اكتر من مشكله بخصوص الموضوع ده، ان هم بيرسبوا في اختبارات القدرات او القبول عندكم. فعايز اعرف كم طالب ثانويه عامه من اول الثانويه العامه حصل على منحه فعليا. طب انا ارد على التامين الصحي الاول وبعدين الدكتور ايهاب يرد على الحاجات الثانيه. كل الطلبه والموظفين في الجامعه واعضاء التدريس عندهم تامين صحي شامل. لو تعرفوا ان في الاول ما الكورونا ظهرت كان الكورونا ما كانتش مغطية، شركات التأمين في العالم كله ما كانتش مغطية الامراض اللي هي الوبائية زي الكورونا، ولكن بالاتصال بالشركات التأمين وبالاتفاق معهم بقى كل طالب او موظف او عضو هيئة التدريس متغطي تأمينيا ويشمل هذا الكوفيد 19 اللي هو الكورونا والمستشفيات. دكتور إيهاب اتفضل. دكتور إيهاب اتفضل. انا احب الاول اقول بالنسبه هل المصروفات، انا كنت ببص على الويب سايت لان انا مش فاكر بس الكريدت اور بتاعنا بكام شفته دلوقتي. المصروفات بتاعتنا حقيقي في الجامعه، انا اقول لحضرتك في حدود قد ايه لسنويا في السنة، حوالي تقريبا قريبة من بالمصري، أنا ميوت ده أنا سوري. المصروفات بتاعتنا حقيقي هي حوالي بالضبط هي للكريدت أور هي 735 دولار للكريدت أور، يعني بالجنيه المصري الأسرة تدفع للطفلة لابنها أو بنتها طول السنة حوالي في الرينج بتاع 300,000 جنيه.
احنا معترفين تماما ان المصروفات بتاعت الجامعه الامريكيه هي الاعلى في مصر، لكن انا عايز اقول ملحوظه مهمه جدا ان ال 300,000 جنيه دول بيمثلوا بس 70% من 60 ل 70% من تكلفه الطالب على الجامعه الامريكيه. يعني الطالب اللي بيدفع 300,000 جنيه دول، مش كل الطلاب بيدفعوا 300,000 جنيه، الطالب اللي بيدفع 300,000 جنيه دول بيدفع بس من 60 ل 70% من التكلفه بتاعته. الباقي الفلوس دي بتيجي من الوقف بتاع الجامعه، الجامعه عندها وقف بتستثمره علشان تقدر تساعد الجامعه ان هي تعمل تقوم بالدور الاكاديمي بتاعها. زائد كمان احنا عندنا يعني مانحين للجامعه بيتبرعوا للجامعه بفلوس سنويا علشان يدونا منح للجامعه او فلوس تانية عشان تدي الدعم للعمل في الجامعه الامريكيه عموما يعني. واحنا شاكرين لكل الداعمين في الجامعه الامريكيه حقيقي، لان احنا من غيرهم ما نقدرش نقوم بالعمليه التعليميه بتاعتنا على اكمل وجه. التعليم عموما غالي التكلفه، ولازم بيبقى في حد بيدفع للتكلفه ديت. التكلفه ديت جزء منها بيدفعه الطالب، وجزء تاني احنا في الجامعه بنحاول ان احنا نجيبه من مصادر مختلفه علشان نقدر نقوم بالعمليه التعليميه على اكمل وجه. مش كل الطلبه بتدفع ال 300,000 جنيه زي ما انا قلت. في 40% من الطلبه بتوعنا تقريبا 40 ل 45% من الطلبه بتوعنا بيتلقوا نوع من انواع الدعم المادي في الجامعه، بيتراوح من 15% لحد 100%. ده الرينج بتاع الدعم المادي. كان في سؤال بالنسبه للطلبه الثانويه العامه، احنا السنه دي قابلنا تقريبا 26 طالب من طلبه الثانويه العامه على منح كامله. منح كامله انا بقولها تاني علشان يقدروا يعملوا ياخدوا تعليمهم في الجامعة الأمريكية. طبعا زي ما احنا متوقعين الإقبال على المنح دي بيبقى كبير جدا، وبالتالي احنا بنحط معايير معينة للاختيار، ودي معلنة، والمعايير الاختيار دي هي اللي بتحدد مين الطالب اللي هيخش الجامعة الأمريكية. منها جزء منها هو التفوق الدراسي، لكن جزء منها كمان هو الشخصية المناسبة بتاعت الطالب. هل الطالب دوت متفتح على المجتمع بتاعه وحيرجع يساعد المجتمع بتاعه تاني ولا لا؟ هل هو منغمس بس في الدراسة بتاعته؟ يبقى ده طالب كويس متميز وكل حاجة، لكن احنا عايزين طالب ليه شخصية متكاملة عشان لما يتخرج من الجامعة الأمريكية يرجع تاني للمجتمع بتاعه ويقدر هو يفيد المجتمع بتاعه. في أستاذ علاء لطفي كان عندك أسئلة برضو، اتفضل. وسؤالي عن في حال التأمين الصحي هيغطي تلقي اللقاح لو ظهر لقاح لكورونا في المستقبل يعني أو في الأيام اللي جاية، هل التأمين الصحي هيغطي ده بالنسبة للطلبة؟ السؤال الثاني، لو استمر الوضع على ما هو عليه يعني من إجراءات صحية، الكليات ذات الطابع العملي هتستمر إزاي؟ يعني هتقدر تواجه الموقف ده إزاي؟ اللي هي بتحتاج تواجد في معامل، تواجد في أماكن الدراسة. شكراً حضرتك. تمام، ممكن أنا أرد على الاثنين بسرعة لحد ما الدكتور يبي. نمرة واحد، التأمين الصحي أو الجامعة مغطية التطعيمات عامة. تطعيم الأنفلونزا مثلاً الجامعة هتوفره لجميع اللي عايز يطعم، لأن ده بيبقى إيه، بيبقى فولنتري يعني مش إجباري. فكل كل من هو يريد الطعم من مجتمع الجامعة برضو سواء طلبة أو أعضاء التدريس أو عاملين متوفر، هيبقى متوفر في الجامعة خلال الأسبوع القادم. لو الفاكسين بتاع الكورونا هيبقى موجود، اللي عايز برضو يطعم الجامعة والتأمين الصحي هيوفره، لأنه هو برضو بيبقى إيه، بيبقى في صورة مدعمة، حتى في البلد كلها بيبقى صورة مدعمة. السؤال الثاني كان عن ايه يا استاذ علاء؟ عن ازاي المعامل هتشتغل. ممكن اجاوب انا دكتور؟ انت بقى دكتور رجعت. احنا طبعا مش كل الكورسات اللي موجوده في الجامعه نقدر نوفرها اونلاين. في بعض الكورسات كان لازم يبقى فيها جزء ان الطالب يتقابل مع الاستاذ بتاعه في الجامعه، وده احنا بنعمله اوريدي. احنا اوريدي خدنا راي الدكاتره كلهم في ايه الكورسات اللي هتتطلب ان الطالب يبقى متواجد في الجامعه علشان نقدر نقدم له الخدمه التعليميه كما ينبغي. عندنا لسته من الكورسات ديت، عدد الكورسات دي احنا بصينا عليهم، واوريدي الطلبه دي بتيجي الجامعه تاخد جزء من المحاضرات بتاعتها في الجامعه. دول طبعا زي ما انتم متخيلين الطلبه اللي بيبقى المحاضرات اللي ليها اللي فيها جزء معملي او جزء لازم يبقى الطالب يستخدم بعض من الاجهزه اللي موجوده في الجامعه.
دوره اللي هو الكورسات اللي احنا بنقدمها فيس تو فيس. وده اوريدي بيحصل دلوقتي. الجامعه عندها كذا سيناريو محطوطين في ان بليس، ان لو احنا هنرجع فيس تو فيس هنعمل ايه بالظبط، احنا عاملين حسابنا على ده، او لو احنا مش هنقدر، لو الكورونا دي زادت بطريقه اكتر من كده ومش هنقدر حتى نوفر الجزء بتاع المعامل دوت فيس تو فيس، احنا هنعمل ايه. الخطط دي محطوطه بحيث ان احنا ما نبقاش متفاجئين باي حاجه تحصل في المستقبل. ارجو ان اكون جاوبت على السؤال. شكرا دكتور ايهاب عبد الرحمن. هل في حد لحضرتك تكمله لسؤال المنح الدراسيه اللي حضرتك كنت بتقوله؟ هو انا مش عارف انا اتقطعت فين، انا اسف جدا، بس الانترنت دي مشكله من ضمن مشاكل التعليم عن بعد على فكره اللي احنا بنحاول نقدم له الطلبه بتوعنا. انا كنت بقول ان السنه دي في 26 طالب من طلبه الثانويه العامه واخدين منح كامله للدراسه في الجامعه الامريكيه. كان في اقبال كبير جدا على المنح ديت، والاقبال دوت معناه ان في عدد جديد، عدد كبير من الطلبه بيقدموا على المنح ديت، واحنا عندنا عدد محدد من المنح اللي لازم نلتزم بيها، وبالتالي الاختيار بيبقى صعب. الاختيار معايير الاختيار ما بتاخدش في اعتبارها بس التفوق الدراسي للطالب، ده جزء مهم لا ننكره، لكن الجزء منه كمان هو شخصيه الطالب، بحيث ان احنا عايزين نتاكد ان الطالب ده بعد ما يتخرج ويستفيد من المنحه دي يقدر يفيد مصر عموما، ويقدر يفيد المجتمع بتاعه اللي هو جاي منه كمان، لان احنا يهمنا ان احنا النمو بيحصل في مصر ويحصل في المجتمعات اللي جايه منها الطلبه ديت، وده دور الجامعه اللي بتحاول ان هي تؤديه. شكرا لحضرتك. في سؤال من الاستاذ شوقي الشرقاوي. استاذ شوقي اتفضل. طيب، هو سؤال الاستاذ شوقي كان عن ايه هو الجديد هذا العام اللي بتقدمه الجامعه من خدمات وانشطه للطلاب. فلو ممكن يبقى في اجابه للسؤال ده، انشطه الطلاب بالنسبه للجامعه. رحاب، تحب انا اجاوب ولا تحب سعادة السفير يجاوب؟ زي ما تحب. فرانك تحب؟ ميبي انا ممكن اقول ان في انشطه كثيره بالنسبه للطلاب، بس الشيء اللي خيب الامل اكثر من اي شيء ثاني هو ده، يعني الانشطه الطلابيه بتعبئتها هي تلتزم الوجود الشخصي في الكامبس. انما برغم ذلك في طلاب بتوعنا مبتكرين جدا جدا، فبيشتركوا في أنشطة مختلفة عن طريق يعني عن بعد، يعني عن طريق الإنترنت. بيعملوا أنشطة موسيقية واجتماعية والكلابز وكله. بس للأسف الشديد بالنسبة لي أنا دي الحاجة اللي أنا شخصياً خيب الأمل أكثر من أي شيء تاني، لأنه لما يكون في وجود طلاب هنا وأنشطة طلابية هنا اثناء اليوم العادي اليوم الدراسي أو بليل أو في الويكند، فعن طريق الأنشطة ديت أنا عندي الاتصالات أكثر معهم. وللأسف الشديد السنة دي لغاية الآن مش ممكن على مستوى العادي. دكتور إيهاب تحب تضيف شيء لموضوع الأنشطة؟ هو حقيقي سعادة رئيس الجامعة قال حقيقي إن كل الأنشطة الطلابية اللي بنقدر نعملها من فيرتشوالي بنقدر نعملها. يعني السنة دي مثلا إحنا عندنا المؤتمر السنوي بتاع الجامعة بتاع الأبحاث اللي بيشترك فيه عدد كبير من الطلبة، سواء طلبة دراسات عليا أو طلبة مرحلة البكالوريوس، هيتعمل في شهر مارس إبريل. إحنا بنخطط ليه إن هو يتعمل بطريقة فيرتشوال لو استمرت جائحة كورونا، ولو ما استمرتش هنعمله طبعا فيس تو فيس. لكن احنا قلنا احنا هنمشي بكل الأنشطة الطلابية بتاعتنا زي ما هي بالظبط، طالما هي لا تتطلب مننا ان احنا نبقى موجودين اون كامبس. طبعا ده زي ما قال رئيس الجامعة ان احنا بحقيقة بنفتقد وجود الطلبة في الجامعة، بنفتقد حضور الأنشطة الطلابية ديت، لان ديت حقيقي مش بس هي مجرد أنشطة طلابية، بترفع بتحسن من شخصية الطالب وبتخرج لنا مواطن متكامل، لكنها كمان بتثري العمليه التعليميه، ما هياش مجرد حاجه بعيده عن العمليه التعليميه.
اللي الأساتذة بتوعنا بيشتركوا فيها كمان مع الطلبة بتوعنا. في سؤال للأستاذة مي شاهين. مي هل تحبي تقولي السؤال؟ ازيك يا استاذة رحاب، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. سؤالي عن الافرع الاجنبيه. الصوت يا مي، الصوت كده كويس؟ اعلى لو ممكن اعلى كمان شويه. السؤال هو الافرع الاجنبيه اللي في مصر هل اثرت على الاقبال على الجامعه الامريكيه؟ ده السؤال. السؤال هو تأثير الفروع الأجنبية للجامعات في مصر على الإقبال على الجامعة الأمريكية، هل أثرت؟ يعني هل في مثلاً العدد قل في التقديم للجامعة الأمريكية بسبب وجود أفرع الجامعات الأجنبية في مصر؟ أنا أحب مي، السؤال ده رائع حقيقي، وأنا أشكرك على السؤال بجد. يعني كمسؤولين عن التعليم في مصر عموماً، أنا عايز أقولك أن الأفرع الجامعات اللي بتفتح في مصر ديت كلها احنا سعداء جدا بيها. احنا شايفين ان مصر محتاجة عدد اكبر من الجامعات كمان، وان وجود الجامعات ديت سواء الجامعات الاهلية الجديدة او الجامعات الافرع الاجنبية ده هيثري العملية التعليمية عموما في مصر. لكن عشان اجاوبك على الحتة اللي تسألي عليها بالضبط، حقيقي احنا السنة دي كان في اقبال على الجامعة الامريكية اكبر من اي سنة تانية، وده احنا برضو الاقبال دوت احنا سعداء بيه، لان ده بيدينا ثقه ان احنا بنقوم بالدور بتاعنا في الجامعه الامريكيه كما ينبغي. لكن خليني اقول لك برضو، لان ساعات رئيس الجامعه دايما بيقول الكلام ده، احنا حقيقي عمرنا ما هنبقى راضيين عن المستوى اللي احنا بنقدمه، لان دايما في الاحسن واحنا دايما بنتطلع للاحسن. كفاءه العمليه التعليميه في اي جامعه سباق لا ينتهي، واحنا عارفين ده كويس. عشان كده دايما احنا بنتطلع ان احنا ازاي نحسن من مستوى التعليم في الجامعه الامريكيه بغض النظر عن وجود افرع اجنبيه في جديده او لا، بغض النظر عن وجود الجامعات جديده او لا. السيد رئيس الجامعه يحب انه يضيف للاجابه، اتفضل. شكرا. اذا ممكن اقوله باللغه الانجليزيه. بالنسبه للموضوع ده الأسئلة، يعني سؤال موقف التعليم العالي، جودة التعليم العالي في كل مصر وفي كل منطقة. أنا لازم أقول إننا إنشأنا أو we just published a new book which I commend to you. اقترح إن ممكن تستمتعوا من أو تستفيدوا من الكتاب الجديد من الAUC Press. إنما للأسف الشديد الكتاب ده باللغة الإنجليزية، وكتاب من الأستاذ الكبير الأمريكي جون واترباري. إن في يعني هو كان عنده تجربة طويلة في مصر، عنده أصدقاء كتير مع الأساتذة هنا في مصر، مش في الAUC بس، لا ما من كل الجامعات من الخليج للمغرب. فهو يكتب عن السياسة الحكومية يعني الرسمية بالنسبة للتعليم العالي والتحديات بالنسبة للتعليم العالي كمجال اللي احنا كلنا نتواجه للمشاكل دي. فأعتقد أنه ممكن تستفيدوا من الكتاب ده، يمكن في المستقبل باللغة العربية، بس دلوقتي the shipment just arrived in the hard copy in إسكندرية، بس it's available in Kindle online. شكرا رئيس الجامعة. في سؤال من الأستاذ خالد ويربي، تفضل. سؤالي، ايه هي المنح اللي بتقدمها الجامعة الأمريكية لطلبة الدراسات العليا، وايه هي الكليات، وهل في شروط يعني للحصول على هذه المنح؟ شكرا. هو احنا عندنا يعني كليات مختلفة في الجامعة الأمريكية، زي ما حضرتك عارف كلية العلوم والهندسة، كلية العلاقات جلوبال افيرز العلاقات الدولية، كلية الدراسات العليا للتعليم، كلية العلوم الإنسانية،
وكلية إدارة الأعمال. الكليات دي كلها بتقدم منح للدراسات العليا. الدراسات العليا دي سواء في منح بتقدمها الجامعة من 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 بنسميها University Fellowships، دي بتقدمها لطلبة الدراسات العليا، وفي منح بيقدمها متبرعين للجامعة. المنح اللي بتقدمها المتبرعين للجامعة، كل متبرع بيبقى حاطط الشروط المعينة للمنحة بتاعته. في منح مثلا بتبقى للطلبة الأفارقة، في منح بتبقى للطلبة من حتت من أماكن معينة في مصر، ودي احنا بنشترط بنلتزم بشروط المنح. لكن التفوق الدراسي واحد من أهم شروط المنح عموما لطلبة الدراسات العليا، زائد بعض الشروط اللي بيحطها الداعمين للجامعة. أنا هحط على التشات بعد فترة، هحط لحضرتك اللينك بتاعة المنح ديت، ومين وحضرتك هتخش على كل منحة هتلاقي الشروط بتاعتها موجودة. فده كل شروط المنح موجودة على الويب سايت بتاعت الجامعة بتاعتنا، ودي معلنة للكل. واحنا يعني حقيقي بنرحب بعدد، بكل ما زاد التقديم على المنح ديت كل ما زادت قدرة الجامعة على الاختيار الأحسن للطلبة اللي هتقدر تستفيد من المنح دي. في سؤال مشابه بس لشروط المنح المقدمة لطلبة الثانوية العامة، فهل برضو ممكن حضرتك تحط اللينك يعني برضو لمنح الثانوية العامة؟ ايه هي الشروط التقديم يعني؟ يعني هو اهم شرط في الاول ان الطالب يتم قبوله في الجامعة قبل ما، يعني هو بيقدم على قبول في الجامعة سواء طالب دراسات عليا او طالب مرحلة البكالوريوس والليسانس، لازم يتقبل في الجامعة الأول قبل ما يتقبل في المنحة. فالقبول في الجامعة دي شروط القبول برضه هحطها على الشات هنا. شكرا لحضرتك. لوسي من انتربرايز عايزة برضه بتسأل سؤال لدكتور إيهاب. لوسي تفضلي. لوسي بليز اسك يور كويستشن. Thank you very much. And I'll ask my question in English, but please do feel free to reply in Arabic for the ease of everybody. But Dr. Ihab, you had mentioned that enrollment rates had significantly increased this year, and I wondered how much have they increased by, and what do you think is the reason for this from a kind of systemic point of view? لوسي ده سؤال مهم جدا. احنا لسه ما اعلناش بالظبط الزياده قد ايه حقيقي. انا الارقام الاوليه اللي جايه لي بتقول ان الزياده في عدد الابلكيشنز، عدد الطلبه اللي مقدمين اللي قدموا للجامعه الامريكيه، في حدود 10% عن السنه اللي فاتت. احنا لسه بس ما تاكدناش من الرقم دوت، هنتاكد منه يعني في خلال اسبوع او اتنين عشان يبقى اديك ارقام اكيوريت شويه، دقيقة شوية. لكن الأسباب إيه؟ أنا هقولك الأسباب بتاعتي أنا، اللي أنا لسه، لكن لسه التيم بيعمل الأناليسز برضو. التيم بتاع الأدميشن عندنا بيعمل أناليسز للديتا علشان يقدر إن إحنا كمان نشوف إحنا في المستقبل هيبقى الأدميشن بتاعنا هيبقى شغال إزاي. الطلبة اللي كانت بتسافر برا مصر دلوقتي مع وجود عملي موجود جائحة كورونا عددهم قل شويه، وبالتالي كان الاوبشن الثاني بالنسبه لهم ان هم يقدموا على جامعات في مصر، وده خلى الاقبال يزيد عندنا في الجامعه شويه. على فكره في اقبال، في زياده كل سنه كده كده في عدد الطلبه اللي بتقدم على الجامعات، وده لازم ناخده احنا في الاعتبار كمان، ان نتيجه لزياده عدد السكان عدد الطلبه اللي بيبقى بيقدموا على الجامعات بيزيدوا من سنه لسنه. ولو عدد الجامعات ما بتزيدش بنفس عدد زياده السكان بيبقى فيه، ده معناه ان هيبقى فيه اقبال على الجامعات بتاعتنا. عشان كده انا قلت من شويه احنا بنرحب بكل الجامعات اللي بتقبل اللي فاتحه جديد، لان زياده السكان في مصر بتتطلب ان احنا نفتح عدد اكبر من الجامعات اللي موجوده في مصر. انا ارجو ان انا اكون جاوبتك على سؤالك، لكن انا هجيب لك كمان لوسي الداتا مور اكوريت من الادمشن بتاعتنا، وهبعتها لك عن طريق الحياة ان شاء الله. شكرا. شكرا دكتور إيهاب. أستاذ بسيوني كان لي سؤال. أيوة اتفضل. أي شكرا. شكرا أستاذ إيهاب. السؤال في حال استمرار الحاجة للتعليم عن بعد في الأعوام القادمة، سواء استمرار الجائحة لا قدر الله أو زيادة القناعة بأهمية التعليم عن بعد، هل هناك تقنيات أحدث أو خطط بديلة تنوي الجامعة استخدامها في الفترة القادمة، تقنيات حديثة في مجال التعليم عن بعد؟ شكرا. اتفضل.
استاذ شوقي، يعني احنا متابعين ايه التقنيات الحديثه اللي في كل الجامعات بتبص عليها، في سواء عن التعليم عن بعد او في يعني ايه طرق التدريس، عشان ابقى الاجابه اشمل حقيقي، ايه طرق التدريس الحديثه اللي احنا تقدر كل الجامعات اللي كل الابحاث طالعه بيها علشان احنا نقدر نستفيد بيها في الجامعه الامريكيه. احنا عندنا مركز من اسم مركز السنتر اوف ليرنينج اند تيتشينج، مركز التعليم والتعلم في الجامعه الامريكيه. المركز ده عمره حوالي اكتر من شويه من 15 سنه، وده المسؤول عن تدريب كل الاساتذه في الجامعه الامريكيه عن ازاي يدرسوا. والمركز ده دايما بيبص على ايه الحديث في طرق التدريس علشان نقدر ننقلها للجامعة الأمريكية، وفي نفس الوقت كمان هم بيعملوا ملاحظات للتدريس عندنا في الجامعة الأمريكية عشان برضو يحسنوا من التدريس بتاعت الجامعة، وده سواء هو موضوع سواء التدريس ده أونلاين ولا لا. فطبعا المركز دوت كان السبب الرئيسي إن احنا حقيقي ننجح في ان احنا ننتقل بسرعه للتعليم عن بعد، التعليم الالكتروني في 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 ظل جائحه كورونا. شكرا دكتور ايهاب. شكرا لحضرتك. في سؤال من ضحى من ذا كارفان، وهي المجله الطلابيه الخاصه بالجامعه الامريكيه بالقاهره. اتفضلي. If it's okay, I'd like to ask my questions in English please. I have three different questions on three different topics. The first one is, as we know, to be admitted into dorms, you have to be enrolled in a partial face-to-face class. But is there a priority, like for scholarship students or for people who are international, well, national, is there a priority in like being accepted into dorms? And if there isn't, and it's like fully booked, where do scholarship students go? That's my first question. The second question is if there are any exceptions in events that are being held on campus. For instance, the third day of FYP, it was held on ground, but that was an exception. What other exceptions are there for other clubs to hold their events on campus or even off campus just to be under the surveillance of the university? The third question is, we did talk about the number of admissions that were raised, but were there any like drops in students who are currently enrolled in the university because of finances or because of the scandals that have been happening in the university or anything? So. Frank, would you like to take the first cut on this, and then I can follow up? Sure. I can do that. The there is a priority system. If we haven't published it, I will take a note. Students, Dina Borai and the Dean of Students, to make sure we communicate that. But basically, it is as you suggested: the scholarship students, those who have no other alternatives and aren't really around. We are using the dorms on campus. And as we started a couple years ago, we're using what were intended as faculty apartments converted to student dorms off campus to deal with the overflow. We've taken steps to reduce the number of people physically present, closed common areas, made sure there's no more than one, no student shares a room to sleep in, to mitigate the contact that students are likely to have, the close physical contact that help we know spreads the virus. So we try to do that. As to the student activities and clubs, that will be very much on a case-by-case basis through application to the usual channels. Again, all the student activities support staff, all reports under Dean George Markey. I hope to see students push the envelope, really apply, come up with ideas. There are some ways we can mitigate as long as physical spacing, few numbers, wearing of masks, doing it outdoors. Those are all things at lower risk. And we'd love to have our students back on campus. I personally love it, and all the faculty and staff do too. So I would encourage students to apply and understand, read those guidelines about getting back to campus on how to do that. I'm sorry, the third question? Yes, my third question was about if there are any student drops, who dropped out of the university. Not as far as I'm aware. The provost could speak more to that. We did have an extraordinary application rate this year, despite all the factors that
discourage people. It is expensive. Despite that, we had, I think, the highest application ever. We could accept less than 1 in 3. Most years, it's around that figure. Maybe we accept a slightly more than 1 in 3, slightly more than 33% that we could accept. There's a long waiting list. And as the provost has already explained, despite the expense, we do offer such financial aid that we aim to get the most ambitious, creative, accomplished students, not only from Egypt, we like to get them from the region and the world. And we do all we can to support them with full or partial scholarships. So as far as I'm aware, there's no drop off at all for any reason. And in particular, finances seem to have no particular impact at all. As usual, we compensate with a generous financial aid program. شكرا رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهناخد آخر سؤالين لقرب نفاذ الوقت. السؤال الأول من الأستاذة مروة حمدي والسؤال الثاني هيكون من سؤال آخر أو أخير من لوسي من إنتربرايز. مروة تفضلي. مساء الخير على حضراتكم جميعا. الصوت مسموع؟ علي بس صوتك شوية من فضلك. أوكي حاضر. مساء الخير، أنا اسمي مروة حمدي، صحفية في جريدة الموجز. كان سؤالي عن إن إحنا عايزين نعرف أكتر عن خطة الجامعة لتنفيذ نظام التعليم الهجين اللي أقرته وزارة التعليم العالي. عايزين نعرف أكتر هيبقى نسب المحاضرات قد إيه، نسب الحضور قد إيه. في سؤال تاني كنت حابة أعرف، هل من الممكن إنه يكون في تعاون ما بين الجامعة وما بين الجامعات الأهلية الجديدة اللي موجودة وبدأت بالفعل الدراسة هذا العام؟ شكرا جزيلا. حابة أجاوب أنا؟ اتفضل. هو احنا يعني احنا اولا عايز اقول لحضرتك استاذة مروة ان احنا ابتدينا الدراسة في الجامعة اوريدي. احنا 7% من الكورسات بتاعتنا بتتقدم فيها جزء ان الطلبة بتتقابل فيس تو فيس في جوه الجامعة، وال7% دولت هو عدد المحاضرات اللي الاساتذه قالوا لنا احنا مش هنقدر ندليفر المحتوى التعليمي بتاعنا او نوصل المحتوى التعليمي بتاعنا الا اذا كان الطلبه موجودين في المعامل وقاعات المحاضرات بتاعتنا للكورسات ديت. ف7% من الطلبه بتوعنا بياخدوا جزء من محاضراتهم في الجامعه اوريدي، وال93% بياخدوا جزء من المحاضرات بتاعتهم كلها، كل المحاضرات بتاعتهم بياخدوها فيس تو فيس، سوري اونلاين، سوري كلهم اونلاين. ده الجزء الاول من السؤال بتاعك. لكن الجزء الثاني من السؤال بتاعك انا معلش انا اسف انا نسيته. الجامعات الاهليه انا ممكن طبعا ممكن تتكلم على يعني العالمين كمان. احنا في يعني التعاون، وان شاء الله هيبقى في اتفاقيه استراتيجيك بارتنرشيب مع جامعة العالمين، وإحنا بس مستنيين، كنا مستنيين مجلس الأمنة يجتمع اللي هو بتاع جامعة العالمين اللي هو فعلا تم تشكيله خلال اليومين اللي فاتوا. وجامعة العالمين الدكتور عصام الكردي مع الناس اللي بتشتغل معاه جم زاروا الجامعة أكتر مرة طبعا أيام ما كان في جامعة اسكندرية، بس كمان وهو جامعة العالمين، لأن هم محتاجين إنهم يشتغلوا معانا في حاجات كتير، سواء حاجات لوجستية أو حاجات أكاديمية. وهيبقى فيه إن شاء الله تعاون كامل مع جامعة العالمين إن شاء الله. شكراً دكتور إيهاب ودكتور أشرف على إجابة السؤال. السؤال الأخير من لوسي من إنتربرايز directed to President Ricciardoni. وطبعا لو دكتور أشرف أو دكتور إيهاب عندهم أي إضافات طبعا يتفضلوا. The question, and I will say it in English, she's talking about the steps AUC has been taking recently to address harassment. الإجراءات التي تتخذها الجامعة الأمريكية لمواجهة التحرش. Ashkurik, yeah, Lucy. Thank you, Lucy, for that question. It's so important. اسمحولي إني أرد باللغة الإنجليزية لإني أنا عايز أتكلم بشكل دقيق في الموضوع الخصيص الخاصة. So
we take this extremely serious. At AUC, we stress the dignity of everyone. We want a very positive and safe learning environment, and we have that. But we are dealing with young people, and this is a problem well known on American university campuses and I think around the world. What are we doing about it? Especially this past summer, three instances came out into the social media in Egypt. There was the so-called predator, an individual student who had left the university after getting a lot of attention and counseling more than 2 years ago because of issues regarding this and accusations against him and problems. That's a famous case. It's before the Egyptian courts. There was very little we could say publicly, except to assure everyone we did all the right things. Secondly, there was something involving some AUC alumni at the Fairmont Hotel. We looked into it. There was no AUC connection, whatever, that we could see. Then there was another report early this month of people, AUC students. We did an investigation. It turns out some are current students. Others were alumni from the past, who left in the past, who on their own, privately, nothing to do with AUC, were circulating photographs of girls that were entirely inappropriate and terrible. And then language that they shouldn't even have been using, threatening language and so forth. That was all private behavior on their own phones. We have taken steps to really make sexual harassment as impossible as we can possibly do, to punish those, to be able to investigate strongly. Here are the steps we've taken and strengthened. We were already doing things. Number one, we elevated the Office of Equity, we call it, institutional equity, to make sure that whether one is a student, faculty, or a staff member, there's a direct place to go that reports ultimately to the president, so that victims know they can report in confidence, in total secrecy. I will not know the name. Only the investigators with a need to know will know the name, and we will investigate hard and fast and promptly and listen to anyone who has either experienced harassment or who has observed it elsewhere. In fact, this last case, it was an alumnus who came forward and reported what he had observed online, and he recognized that was unacceptable behavior. Thanks to his report, we were able to investigate, and we're taking the necessary steps to punish active students who were involved. A second thing we did is engage in the national conversation. It turns out many Egyptian professors and alumni, the National Council of Women, we stepped up our engagement with the government of Egypt, but especially the civil society forces, the National Council of Women, among whom there are many AUC alumni. We're very proud of that. And we're working with them to raise the awareness. They do it on a national level, and at Cairo University, there's some leading professors. And we're doing that to raise consciousness on our campus at our level. Finally, we've stepped up, I mentioned the AUC Speak Up campaign to raise awareness as well. But the other big awareness raising step is we are requiring every member of our faculty, staff, and student body to take training on what harassment is, why it's unacceptable, what it means. It goes way beyond simply physical touching, things like distribution of photographs that are, any unwelcome advances and so forth. We're doing that methodically with every one of us here. There's some 10,000 of us, 6,500 enrolled students, 2,000 employees, 700 faculty. I took the training myself with the senior leadership here to show how important it is. So our campus is safe. We take this very seriously. We're participating with the civil society. The government of Egypt passed legislation this summer to strengthen the rights of victims in reporting and the protections of victims. So I'm very proud of what we've done, and we can never rest.
It's never acceptable to have harassment based on sex or anything. No bullying of any kind is tolerated on our campus or off by our students, faculty, and staff where we have any authority or jurisdiction to act. Thank you for the question. I don't know whether Dr. Ashraf or Ihab, Dr. Ihab, you have anything else to add? هل يوجد أي إضافة أخرى؟ حقيقي لا أرحب أنا بس عايز أقول كمان إن الـ 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 إحنا تقريبا الوقت عدى للمناقشة. شكرا جزيلا للحضور. شكرا لرئيس الجامعة الأمريكية السيد فرانسيس ريتشاردوني وشكرا للدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي وألف شكر للسادة الصحفيين والإعلاميين اللي شرفونا النهاردة وإلى اللقاء في مناقشات قادمة إن شاء الله شكرا لكم